خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني في حلقه النهارده ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف بيكي؟ اسمي دوده. دوده. دوده كم سنه يا دوده؟ 23 سنه. 23 سنه. مرتبطه يا دوده؟ يعني ايه؟ ما هو الارتباط يا مرتبط يا مش مرتبط. لا انا واحد ابن خالي وهو بيحبك قوي وبيحب يسمعك وسامعني دلوقتي. عنده كم سنه يا دود؟ عنده 22 سنه. طيب يعني انت اكبر منه بسنه. اه. طيب جميل. حياتك العاطفيه يعني مستريحه وكويسه ولا فيها مشاكل؟ لا لا ما فيهاش اي مشاكل. انا كنت معجبه بيه الاول وقعدت فتره معجبه بيه من وراه ما اشوفه. شفته مره واحده. امال كنت معجبه بيه ازاي من غير ما تشوفيه؟ لا كنت شفته بس شفته مره واحده وبعدت عنه فتره كبيره قوي حوالي 4 شهور او 5 شهور. وكنت معجبه بيه قوي وقعدت فتره جبت الايميل بتاعه وكلمته على الفيس. وما بس ما قلتلوش ان انا في الاول خالص. قعدنا نتكلم حوالي شهر ما يعرفنيش ولا عرفته ان انا يعني عملتي مغامرات قويه جدا عشان توصلي له. اه انت اللي حاولتي يعني مش هو اللي حاول. لا ما هو مش انا ما يعرفنيش يعني. انا كلمته على الفيس ما كانش يعرفني. بس انا قلت له بعد فتره يعني. ولما عادي طلب مني صورتي كذا مره وبيعرفني وكده فقلت له ان انا بنت عمتك وكده. واستغرب قوي وبعد فتره يكلمني. انت بنت عمته بجد؟ والله. طيب خلاص ماشي اوكي. فاستغرب في الاول وقعد يسأل انت بتعملي ازاي مش عارفه ايه. قلت له يعني ان انا قعدت ادور عليه وكده. فكلمنا. استغرب الاول وبطل يكلمني زي الاول. وبعدين كلمنا تاني رجعنا زي الاول بس عارف ان انا بنت عمته. وبين ما طلبت منه رقمه كلمنا انا وهو على التليفون. وبنتكلم عادي واصدقاء. الغريبه ان هو ابن عمتك. ازاي ابن عمتك ما بتشوفوش بعض وما تعرفوش ارقام تليفونات بعض وكده؟ انا بنت عمته. ايوه مهما كان انتوا قرايب يعني بس ساكنين بعيد قوي عن بعض. بنيجي لبعض بس كل فتره. فجي بقى ايه فكلمنا فانا قلت له انا بحبك من بدري. فاستغرب قوي. واستغرب وقال لي لا انا مش خلال وقتها تيجي لوحدها وكده. وانا بحبه قوي 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 ومش عارفه اخليه يحبني ازاي. ومتقدم لي واحد كويس وبيناس طرده مش عارفه اتجوزه وخايفه ما احبوش اللي هاخده ده واحب ابن خالي. بصي ابن خالك انت مش بتحبيه انت متعلقه بيه. تعالي ندردش بقى بالعقل كده. اوكي. لا والله بحبه يا ستي. ما احنا كلنا بيجي لنا التهيؤات دي. هقول لك بس طيب خلاص انا اعتمد يا ستي انك بتحبيه. تعالي نقول بقى حاجه. اول حاجه انت شفتي انسان ما عاشرتيهوش وبالتالي ما تعرفيش اي حاجه عنه غير انك مره شفتي مره اتنين تلات. هو ابن خالك بس ما جربتيش طباعه ما شفتيهوش بيتعامل مع الناس. خليها تجيني ازاي؟ طيب ما انا بقول لك انت اساسا ما تعرفيش طباعه ايه. ما شفتيهوش بيتعامل مع الناس ازاي. ما شفتيش. لا انا عارفه هو محترم جدا ومؤدب واخلاقي جدا. حلو حلو جدا. بس برضو الحب ده لحم ودم. مبدئيا انت اللي خدتي الخطوه الاولانيه انك تحاولي تقربي منه صح؟ دي غلطه من اكبر ما يمكن. وكانت النتيجه ان هو قال لك لا وخلينا شويه. هو باحراج كده وببساطه خلع منك من غير ما يحرجك يعني. اوكي. لا مش ممكن. ده اللي حصل. لان هو لو جد عايزك كان قال لك انا بموت فيكي انا مستني اللحظه دي من زمان. بس هو ما
قاليش كده، هو قال لي ان استنى شويه خلي الحب ده يجي لوحده. يبقى ما فيش حب، هو ما عندوش حب، عشان كده قال لك خلي الحب ده يجي لوحده. هو عنده علاقه بس لغايه دلوقتي ما اعرفش هو متعلق بيها ولا ايه، مش عارف. ما هو ببساطه مطلقه باينه جدا قدامك، خلي الحب ده يجي لوحده، وهو عنده لسه علاقه ما خرجتش. ما انا عندي اهلي برضو لازم اتجوز طبعا، انت عارف الاهلي لازم تتجوزي ومش عارف ايه. حلو مبدئيا انا عارفه، انا خايفه اتجوز وافضل احب هو. بصي يا بنت الناس، بصي يا بنت الناس، لو فكرنا بالعقل مش هنعمل كده، انما لو فكرتي بالطريقه بتاعتك دي وانا بقى متبهدله انا مش عارف اعمل ايه، اصل انا بحبه هو، يا لهوي لحسن ما بطل حب، يا خبر ابيض لحسن مش عارف. فكري بالعقل يا بنت الناس، واحد ما ينفعش انت تاخدي الخطوه دي وتروحي له، قعدتي تدوري عليه ودخلتي له على الفيسبوك وعملتي له ملفات وشقلبظات وفي الاخر قلتي انا بنت خالتك ولا بنت عمتك، هو قال لك لا خلينا دلوقتي وشويه ويبقى الحب ده يجي بعدين. ده لو كان بقى هو بشياكه عشان انت قربته بيقول لك ماليش فيكي، قالها لك بصراحه بس بشياكه، انت ما فهمتيهاش لانك مش عايزه تفهميها، لان اللي جواكي جواكي، وربما كمان يكون فهمك غلط، بما انك انت قلتي ان هو انسان محترم يكون خد عنك فكره غلط 100%. ليه بقى يا بنت الناس؟ لان هو شايف ان البنت الكويسه المحترمه اللي زيه محترمه، انا مش بقول انك وحشه ولا حاجه بس تصرفك كان غلط، ما تاخدش الابروتش ده او ما تعملش التصرف ده، وبالتالي هو ملص بشياكه. انت اتعلقتي بحد ما تعرفيش عنه اي حاجه، ما تعرفيش مشاعره ناحيتك ايه، في نفس الوقت انت اللي خدتي الخطوه اللي المفروض الراجل ياخدها، انت رخصتي نفسك. عارفه لو كنت عززتي نفسك وكنت قابلتيه كان ممكن حتى لو كانت علاقته دي انتهت كان ممكن يفكر فيكي، انما بالطريقه دي انا بقولها لك اوعدك وما تزعليش مني، عمره ما هيفكر فيكي. فكري في نفسك وزعلي شويه على التصرف اللي انت عملتيه ده، زعلي عليه حبه، علشان لما تزعلي عليه هتقدري تطلعي من الموقف السيء ده. وبقول لك حاجه، حتى لو جايلك عريس دلوقتي لا ما تقبليش لحد ما تروقي تماما وتحسي ان مشاعرك صفيت تماما، وبعد كده ابقي فكري في الارتباط.